اللبن الرائب هو أحد منتجات الألبان التي تصنع عن طريق التخمر، يتميز بمذاق حامض تسببه بكتيريا حمض لاكتيك، وله فوائد صحية عديدة، منها تغذية الجسم بالعناصر الغذائية وتحسين الهضم وصحة العظام وتقوية المناعة وغيرها. البكتيريا النافعة تعد أمرا أساسيا وضروريا لصحة الجسم، واختلال نسبها لدى البعض قد يكون سببا في حدوث العديد من المشكلات الصحية والأمراض. ويمكن زيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء من خلال تناول اللبن الرائب. فوائد اللبن الرائب للقولون متعددة، خاصة في حالة المعاناة مسبقا من مشكلة صحية في القولون، حيث يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي لاستقبال الوجبات، كما يساهم في التخلص من انتفاخ البطن المتكرر والمستمر لدى مرضى القولون. ومن فوائد اللبن الرائب أيضا المحافظة على وظائف المعدة وهضم الطعام، وأفضل توقيت للحصول على فوائده للقولون هو تناوله فور الاستيقاظ من النوم أو قبل تناول وجبة العشاء لتهدئة المعدة لهضم الطعام دون حدوث مشكلة صحية. يتميز اللبن الرائب باحتوائه على البروبيوتيك الذي يتميز بدوره الكبير في تحسين قوة الجهاز المناعي وقدرته في محاربة الأمراض وتعزيز الشفاء من الالتهابات. وتجدر الإشارة إلى أن البروبيوتيك يفيد أيضا في معالجة حالات الإصابة بمرض الأمعاء الالتهابي، وذلك عن طريق تغيير نوعية البكتيريا المفيدة في الأمعاء والحد من استجابة الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى التخفيف من الالتهابات. يساهم تناول اللبن الرائب في رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم بفعل احتوائه على البروبيوتيك، وبالتالي الوقاية من الأضرار الصحية التي قد تنتج عن زيادة مستويات الكوليسترول الضار. بفعل احتواء اللبن الرائب على نسب عالية من الكالسيوم، فيعتبر من الأغذية المفيدة لتحسين صحة العظام والأسنان والعمل على تقويتها، وبالتالي الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام أو تلف من الأسنان. يعتبر اللبن الرائب ضمن الأغذية التي يساعد تناولها بشكل منتظم في السيطرة على معدل ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه. إن تناول اللبن الرائب يمنح الشعور بالشبع، كما أنه يحتوي على نسب قليلة من السعرات الحرارية بعكس الحلويات التي تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية.